أغرب ما رصد من سرقات في أوروبا خصوصا في فرنسا، عندما كان أحد الأشخاص أو عائلة بالأحرى ماشي على الطريق السريع في فرنسا، فمن طرق الاحتيال والسرقات أنه سيارة أخرى صارت تعطي إشارة لسيارة هالعائلة أن تتوقف لأن هناك عطل في السيارة. هذا ما كانوا يدعون لسائق هذه السيارة أو لهذه العائلة، وبعندما توقفوا قاموا بإشعال نار، يعني رموا هيك شيء يحرق خلف السيارة، فكل يعني كل ركاب السيارة فكروا إنه حريق في السيارة، فاضطروا إنه ينزلوا ويشوفوا شو بصير. وهنا شخص آخر قام بسرقة حقيبة السيدة الموجودة بالسيارة. هذا ما حدث مؤخرا في فرنسا منذ أشهر في عطلة الصيف، ولذلك يعني صارت في هناك طرق مختلفة للسرقة. وإذا حكينا مثلا عن السطو المسلح، بطل إذا بنحكي عن السطو المسلح طبعا على المصارف، بطل إنه في ضروري يفوتوا على المصرف مثل ما شفنا بالصور قبل شوي، ممكن سرقة الصراف الآلي بطرق مختلفة، إما بتفجيره، هذا ما حصل مؤخرا في شمال إيطاليا وحتى في فرنسا في بعض المناطق. ولكن يعني الظاهرة الكبرى هي السطو المسلح على متاجر المجوهرات. شفنا مؤخرا في بلاس فوندوم في باريس كيف صاروا بطرق مختلفة وبأقل من دقيقة أحيانا بالقيام بهذه السرقات. طبعا يعني وغير أنه السرقة في الطرقات للناس الذين يعني في صورة عامة في أكثر من دولة أوروبية وأيضا نتحدث عن دول البلطيق وجنوب أوروبا. ليس هل في تنسيق على مستوى أمني دولي بين الدول أم نتحدث عن ذئاب منفردة ليست عصابات إجرامية منظمة اليوم منتشرة في أوروبا؟ يعني هناك من يقول أنه أو الشرطة تقول أنها عصابات منظمة تقوم بذلك، ولكن المشكلة وين؟ المشكلة أنه لا يتركوا أثر خلفهم، يعني يختفون رأساً. حتى شفنا في موتور سايكلز أو دراجات نارية تقوم بذلك مع لوحات مزيفة، أو قد تكون تلك الدراجات النارية مسروقة يتم حرقها مباشرة بعد القيام بالعمل أو بالسطو المسلح. ولكن برضو من أغرب الأشياء التي شوهدت في باريس منذ فترة، ليست حتى قبل جائحة كورونا، شاهدنا الكثير من الذين يقومون بالتسول في الطرقات وهم يحملون مثلا مجلة أو جريدة، ويقومون بالاقتراب من طاولة أحد روادي المقاهي ويطلبون المساعدة كتسول، وعند ذلك اليد الأخرى يقومون بسرقة ما يمكن سرقته عن طاولة هذه المقهى، قد تكون جوال، قد تكون محفظة، قد تكون أشياء أخرى. ولكن الغريب والذي رصد مؤخرا ارتفاع بيع كاميرات وأجهزة المراقبة في فرنسا، تخيلوا أنه وصلت أو ارتفعت لدرجة 300% منذ الجائحة، وارتفاع نسبة توظيف رجال الأمن في سويسرا وصل إلى 400%. يعني هذا ما يحصل، خصوصا أن سويسرا معروفة لا يوجد فيها الكثير من الشرطة أو قوات الأمن في هذا البلد الأوروبي. يعني حتى عالم الرياضة لم يسلم من السرقات، ومؤخرا في سويسرا كذلك في منطقة جنيف تم السطو على متجر ساعات يد لسرقة ساعتين كانتا ستقدمان لفائزين أثناء حفل الكرة الذهبية والبالون دور في مسرح شاتلي هنا في باريس. طب أنت يا يعني ليس صارت ليس الأشياء، صار في وعي أنت في باريس يا ليث، أنت طمننا، أنا ما صارت معك حادثة الحمد لله.